سألت حضرتك سؤال اللي هو في الأساس، لماذا يفسد الموظف المصري؟ بص حضرتك، احنا عندنا مشكله. لماذا يفسد؟ اولا الفساد موجود في كل حته، تمام، خلاص، متفقين. يعني طبعا بدرجات مختلفه، لكن الفساد موجود في كل حته. ما فيش بلد ما فيهاش فساد، حتى اليابان اللي هم بيقولوا عليها بتاع بيحصل فساد. ولكن المشكله عندنا ان الفساد الحقيقه اكبر حاجه بتساعد الموظف المصري على الفساد هو عدم وضوح الرؤيه بتاعه خدمات المواطنين. انا النهارده بروح عشان اعمل بخلص رخصه العربيه، ماشي، خلاص، كل يوم بلاقي طريقه مختلفه، وكل يوم بلاقي طوابير مختلفه، ولاقي شبابيك مختلفه. بتوه في المنظومه. فاسهل حاجه عندي ايه؟ خلص. خلص خلاص. فتعقيدات الخدمات الحكوميه وعدم وضوح رؤيتها للمواطن وعدم وجود، احنا في اي بلد في الدنيا الخدمه موجوده، هتخش على الانترنت تقول لك اعمل 1 2 3 4 5 خلاص خلصت. احنا هنا عندنا كل يوم بتلاقي، انت بتروح النهارده ترخص عربيه، وبعديها بشهر تروح ترخص عربيه تلاقي حاجات مختلفه، الدنيا اختلفت. والحاجه الثانيه ان الحقيقه برضو احنا، ما بقولش ان ده سبب، لكن الحقيقه احنا اهملنا لمده طويله مستوى دخل موظف الحكومه. الحقيقه انا كنت هسال حضرتك انه السبب الاساسي اللي بيتقال، يقول لك ما هو انا باخد كام. بص انا مش عايز اقول ان ده سبب، لان مهما كان يعني ما ينفعش يبقى مبرر. بس ما ينفعش انك انا لما مسكت رئيس البريد في 2011 بصيت على المرتبات، لما بيبقى راجل بكالوريوس تجار اياميها، يعني بكالوريوس تجار واقف محاسب بيتعامل مع دفتر توفير البريد بتاع زيه زي اي واحد في بنك، وزي ولاقيه بياخد 600 جنيه 600 جنيه في الشهر 600 جنيه يوصل وهو مروح اخر الشهر يلاقي 490 لما تشيل منه التامينات والضرائب. معقول يا جماعه الكلام ده؟ في 2011 مش بعيد قوي الكلام ده، مش اتغير دلوقتي. بس خلاص. ولكن في حد ادنى للمرتبات؟ ولا النهارده الحد الادنى 2000 جنيه ادنى، هو لسه بيبدا بيخطي عامل يعني. اتساب الموظف الحكومي لفترات طويله، ولا بتدربه ولا بترفع من كفاءته ولا بتديله الدخل الانساني العادي. فلو هو عنده استعداد للفساد بكره الصبح هيبقى فاسد، ما عندهوش حل تاني. النهارده بالتدريج كل ده بيتصلح. طب احنا عندنا الردع يا فندم مش عامل، يعني انه الردع، لانه الناس مثلا كانت بتشوف، انت في افلام سينمائيه قامت على ان هو مثلا هياخد الفلوس يختلس، هو عارف يقول لك انا هقعد كام شهر واطلع استمتع بالفلوس. المنظومه التشريعيه، شوف المنظومه التشريعيه عندنا على فكره قويه جدا. المنظومه التشريعيه قويه، تنفيذها هو اللي فيه مشكله. واخد بال حضرتك؟ لكن النهارده اللي بيفسد او بيرتشي لازم يحكم بالغباء كمان، لان هو شايف ان ان مفيش حد دلوقتي فوق المساله. لازم يحكم بالغباء. لو انت رئيس هيئه ولا انت اصلا اقول لك على حاجه، يعني احنا جينا عليها فتره في كان كل اسبوع رئيس حي بيقع بالرشوه بنفس الشكل فالناس كانت تسال الله يا جماعه، انت لازم تحكم بالغباء. يعني انت ما تتعصش لما شايف محافظ بيتقبض عليه، نائب محافظ بيتقبض عليه، مستشار كبير بيتقبض عليه، كل اسبوع رئيس حي بيقع، رئيس حي ورئيس حي ونائب رئيس حي وبتاع. هو انت يعني، بس دايما كل واحد يقول لك ايه، مش معايا، انا اسكت، لا انا عادي. ما هو الناس هي طبيعه البشر كده. لا، والحياه مش هتستمر لو الناس اتعلمت من اخطاء الاخرين على فكره. يعني ما هو لا، هقول لك حاجه، هو احنا مش كلنا عارفين التدخين مضر بالصحه، صحيح؟ طب والناس اللي بتدخن يقول لك لا، ويسمع بكره الصبح ان فلان جاله سرطان في الذريه وبتاع، يقول لك لا مش معايا. لا مش معايا. يعني مش معاك انت ازاي يعني؟ ما انت بتدخل. ده اللي بيحصل. فهو رئيس الحي ده لا مش انا. مش انا، انا اسكت. ده انت شايف وزير بيتقبض عليه، وشايف محافظ بيتقبض عليه، وشايف كده. جيت انت بقى، اصل احنا كنا وصلنا قبل 2001 الحقيقه، وصلنا لمستوى، خلي بال حضرتك برضو ان الردع ده اللي حضرتك بتقول عليه، هي مش في التشريع، هو في تطبيق القانون، في التنفيذ. ما كانش في رغبه قويه قبل كده لمحاربه الفاسدين، كانت القياده السياسيه ايامها تقول لك خلي الدنيا ماشيه وخلاص. لا، انا قايل انه ده عصر كبر مخك. كبر مخك. لكن دلوقتي واضح جدا ان القياده السياسيه رافضه تماما اي السماح. اللي هيقع مش هيتساب. اللي هيقع. طب في الاصلاح هتساب. في الاصلاح لدرجه، عارف قبل الثوره محمد بس اتفضل، قبل الثوره كنا وصلنا لدرجه من الفساد تضحك. رئيس هيئه من الهيئات اللي هي موجودة في فيلل أو قصور من القصور بتاعت زمان دي، اللي بقت حكومية بعد كده يعني. الناس راحت يوم الحد ما لقتش الباب بتاع القصر،
رئيس الهيئة خد الباب ركبه في الليتو اللي بتتبني في التجمع. باب فرفرجي بقى كده. خد باب تاريخي تاريخي. باب يعني يساوي ايه ده يا جماعة؟ ده في ايه؟ هي للدرجات العملية بقت بسيطة. ايوه النهاردة ما تقدرش، لا يمكن. طب احنا في خطة الإصلاح دي يا فندم المستهدف بقى رفع دخل الموظفين، يعني شكلها يبقى عامل ازاي؟ الناحية المالية شغالة بالتدريج، كل سنة بيحصل رفع لل تمام ده في العموم. وتم رفع لا بتاع حتى بتاعة الحكومة، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 ل 2000. تم رفع يعني الحقيقة اتعمل مجهودات. لو لما الاقتصاد إن شاء الله بتاع مصر يوقف على رجله شوية أكتر من كده هيبقى فيه طفرات كويسة.